السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توجور معكم كوكي كوافير اي استيتيك. اليوم راح يكون درس على تصحيح يعني لغاسين الجذور، يعني من الشيب واللون الطبيعي والاورانج، يعني الوان كثيره جدا، والتخلص منها للحصول على الاشقر الفاتح يعني الجميل. يعني راح نوريكم الطريقه، ها هو ليكم. يعني شعرها كارثه، فيها الشيب في الامام بالبزاف. يعني راح ندير لكم طريقه كامله، يعني كيفاش بديت بلي غاسين حتى الى الاخير كيفاه خرجت النتيجه، وما هي الالوان اللي استعملتها والمصححات، يعني باش نصحح ذاك الاورانج والاحمر يعني والاصفر، يعني الالوان الغير المرغوب فيها. دونك قبل هذا الشيء كامل درت لها لافازلين صاير داير كامل على شعرها، يعني باش ما لاتات ما تحكملهاش في لابو تاعها كيما راكم تشوفوا لي في. دونك كيما راكم تشوفوا سيباريت لها شعرها على اربعه، وغادي نخدم بتقنيه يعني تصحيح الشيب. شوفوا كيف نصحوا الشيب، هذه تقنيه ماشي تروحوا تابليكو لها من لاغاسين من الفوق للتحت ومن بعد تخرج لكم لا ديماركاسيون الفوق لون والتحت لون. حذاري تابليكو لي غاسين بالتقنيه اللي راكم تشوفوا فيها، راني نابليكي فيها. تابليكو لي غاسين الجذور كامل من الالف الى الياء، ومن بعد كي تابليكو لي غاسين شديرو شيرات تروحوا تكملوا اللي بقى التحتاني، باش ما تجيكمش اون ديماركاسيون، اللي تكونوا ذكيات يعني للشيب، ولا تجيكم وحده هبط لها لاكولور وما يتعاودها، تستعملوا نفس التقنيه يعني باش ما يخرجلكمش لون في لي راسين والتحت لون، اللي تكونوا ذكيات الشيرات كيما يا هنا شو استعملت لها. دوك نوريهم لكم، يعني دوك تظهر الصوره تاعهم واحد شويه تشوفوها، نديرها واش استعملت كفوليوم، واش استعملت كالوان، واش استعملت كمصححات. استعملت رقم 8.0 في ماجيغال، قادرين تستعملوا 8 يعني في اللوغيات ولا في اي ماركه، المهم هو الاشقر الفاتح، واستعملت معاه الاشقر الفاتح جدا. رقم 9 استعملت 8.0 يعني كيما نقولوا تيوب 8.0 وربع يعني ربع من 9 الاشقر الفاتح. نعاود 8.0 درت يعني علبه كامله ودرت ربع من رقم 9، ودخلت معها المصححات باش نطفي الاحمر والاورانج يعني، وباش ما يديغاج يعني ثاني الاصفر ذاك ما يديغاجيليش الاصفر اللي ماشي شباب. يعني درت البنفسجي، درت ثلاث مصححات اخضر ازرق وبنفسجي، اخضر ازرق بنفسجي كيما راكم تشوفوا. درت عيار 20، على درت عيار 20 البنات باش يتغطى لها الشيب، هي كتباينه باغيه افتح على هكا في لاغاسين، وكا ما تقدريش ديري افتح، بس كون ديروا 30 يبقى لكم الشيب ما يتغطى لكمش، بصح انا درت رقم 20 باش يتغطى لي الشيب. راكم تشوفوا تاع التقنيه تاع الاخر كيف راني نخدم فيها تاع الشيب. بديت بلي راسين كامل صاير داير يعني كاع الراس، نبدا بلي راسين هما الاولى نابليكيهم، ومن بعد دوك تشوفوا كيف راه نمشطهم يعني التقنيه كامله. كاين بزاف لا مي كومونتو لي يعني يقولوا لي استاذه خاصنا لي ميلونج وخاصنا هذه كيفاش خدمتيها. انا اللي تقولي خاصني ميلونج نعرفها بلي ماشي كولوريست ومشي حفافه، لي ما تعرفش دائرة الالوان شتاهي والمصححات شتاهي وشتاهي لو فون ديكليرسيسما، ماهيش حفافه وماهيش كولوريست. يعني كي نشوف واحد تقول لي ميلونج نقول بلي هذه ماهي فاهمه والو، جامي تتعلم، لا علاقه لها بالحفافه، تبقى توجور تحوس على الميلونج الفلاني والميلونج الفلاني، وجامي تنجح وجامي يخرج لهذاك الميلونج، باسكو ماهيش عارفه القواعد والمبادئ والاساسيات تاع الحلاقه يعني تاع التلوين. التلوين كون ما تعرفيش لو فون تاع الزبونه يعني لا باس تاعها رقم يعني درجه رقم شعرها شحال وش لازم ديري لها يعني، ودائره المصححات ودائره الالوان، جامي تكوني كولوريست يعني تضلي كل يوم تحوسي على لي ميلونج وما يسطقولكش باسكو ما تعرفيش الاساس. بصح اللي حابه تتعلم وتكون يعني كولوريست يعني ناجحه خاصها تتعلم الاساس، راهم كاين دروس سابقه. وكاين ثاني اللي ريماركيتها في لي فيديو يبعثوا لي على صوالح انا دايره عليهم دي فيديو سابقه، ونشرح لي فيديو قلت دائما نقول باللي راني دايره دي فيديو سابقين على هذا الشيء. دونك باغي نسقسيكم نتوما تشوفوا لي دقيقه ولا زوج من الفيديو كيفاش غادي تفهموا. يعني انا راني دايره الدرس كامل من الالف الى الياء، يعني شارحه فيه كلش تطبيقي، ومن بعد جيت تكتب لي اختي ما درتيناش هذه، كي تسمعي الفيديو كامل شافيها
وتفهمي كامل شافيها اروحي سقسيني انا دوكا اللي نصيبها، يعني دارت لي تعليق على حاجه دايره عليها فيديو سابق ما غاديش نجاوب عليها، شيرت يعني باه نكونوا واضحين. اللي باغيه تتعلم يعني تجي ما كيما نقولوا حنا ما نسقسيكم سكنه باين نطلعوها نبنوا دار، نجو مساس ونجو طالعين، يعني ماشي من الضاله ونجو هابطين. دونك كيما هكا راهم دروس، يعني اللي دايره دروس يعني تطبيقيه وحدها والنظريه والادوات اللي نحتاجوها ودائره الالوان، يعني روحوا شوفوا لي فيديو السابقين يا زميلتي الحلاقات وبالذات المبتدئات يعني، ومن بعد تقولوا لي اختي خاصني هذه اختي خاصني هذه نو، يعني باش ما نضلش نعاود ونعاود ونعاود ونجاوب، يعني حاولوا تشوفوا واش كاين كامل في القناه، يعني التيتر اللي خاصك روحي قرايه، يعني العنوان اللي خاصك روحي قرايه وشوفي شاهي الحاجه اللي خاصتك وتعرفي عليها عادي. كيما راكم تشوفوا ابليكيت لها كامل لي راسين كيما راك تشوفوا بهذه التقنيه، يعني كي تجيكم وحده عندها شيب ولا بغيت تعاود لا كولور ما تروحوش تابليكو شعر كامل كيما راكم تشوفوا باش ما تخرج لكمش يعني داك الخط اللون الفوق ولون التحت سموها لا ديماركاسيون. دونك انا والله يا البنات ماشي نزعف، يعني نحوسكم تكونوا ناجحات، يعني تعرفوا الاساسيات ماشي تعرفوا السطحيات، تكون عندكم لا باز، يعني كي تشوفوا وحده تعرفوهاش كي تشوفيها هكا تعرفي شاهي دايره وين تا دارت وش هو اللون اللي دارته، تعرفي كلش، يعني تكوني ديريكت يعني عينك بعين المجرده تعرفي شعر شافيه وش ما فيش وش خاص، ماشي تقولي لاختي عطيني الميلونج هذا، بصح الميلونج ما يخرجلكش دائما على الشعور كامل. دونك يعني نبغيكم تكونوا اذكياء وتخدموا بذكاء باش تنجحوا ان شاء الله. دونك كيما راكم تشوفوا من بعد يعني اللي فات يعني 20 دقيقه قبضت المشط من لي غاسين والبرودوي اللي بقى لي في يعني كيما نقولوا حنايا في التشيكر ولا في الاناء اللي مزجت فيه اللون درتو يعني في الباقي تاع في الباقي تاع كيما نقولوا حنايا تاع الشعر التحتاني كيما راكم تشوفوا، يعني باش نوحد اللون وما درتش في الاول كيما راكم تشوفوا ما درتش في الاول. علاه ما درتش في الاول؟ باش ما تخرجليش لا ديماركاسيون فوق لون والتحت لون، و او ميم طون باهي تغطى لي الشيب ضربك نهود ونزيد كامل يعني ذوك اللون اللي درتهم على المصحيحات تحت كامل ونمشط نوزعه يعني بالبيناكو، يعني يكون سلاك يعني مش طعينيه صغيره بيكون توزيع بالتساوي ماشي تحطو وخلاص يليق تسلكو البنات سينا ما درتو والو. كيما راكم تشوفوا ان شاء الله يكون الدرس مفهوم وراح تشوفوا يعني النتيجه يعني دروك. من بعد تغسلوا لها بان شامبوان بيان سور فيكساتور يعني ولا السبيسيال يعني من بعد الصبغه كيما لو برو كلاسيك. دوك نحط لكم الصوره تاعها ونحط لكم الفيديو تاعها في الاخير. من غير هذا الشيء من غير هذا الشيء يعني من بعد ديروا لها ابري شامبو على شامبو ها نشوفوا مشط الشعر كامل باش نبغي نطور لكم في لي فيديو. من بعد ش راح ندير نغسلو وندير لها يعني اهم الارقام اللي وريتهم لكم اللي قلت لكم عليهم ومعاهم المصحيحات اهم المصحيحات في ثلاثه. ان شاء الله يكون عجبكم الدرس لي في مور لي غسلت لها درت لها سيشوار. شوفوا يعني ما كان ديماركاسيون توحد راح ديك الالوان البشعه. ان شاء الله يكون عجبكم الدرس البنات، اللي عجبها الدرس ما تنساش الضغط على جيم يعني. شكرا على الدعم والكلمات الجميله والدرس القادم ان شاء الله. والبنات اللي حابه دروسي ما تنساش الضغط على زر الاشتراك يعني والجرس ليصلها كل ما هو جديد. استنوني الدرس القادم ان شاء الله. شوفوا شحال خرجت لا كولور شابه وما كاش الالوان بزاف. شوف ما شاء الله.